بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9721. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحكم وإليك النشور. نحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت، أنت ربنا وولينا، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر وخير وبركة وعمل صالح متقبل مبرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، كما تفضل مقدم هذه المحاضرة إمام المسجد وفقه الله تعالى، من أن الحديث سيكون عن مظاهر من خطط الأعداء، وستكون عناصر هذا اللقاء بإذن الله تعالى كالتالي: أولاً، واقعنا المعاصر ومن نحن وكيف نعيش. ثانياً، الأعداء من هم. ثالثاً، نماذج من خططهم. رابعاً، واجبنا جميعاً نحو هذا كله. فأما الفقرة الأولى فإنكم تعلمون، وفقني الله وإياكم لطاعته، وجنبنا وإياكم أسباب سخطه، أننا في المملكة العربية السعودية، في هذه البلاد، نعيش وضعاً خاصاً يختلف عن العالم الإسلامي المترامي الأطراف. ولكن عندما يكون الحديث عن العالم الإسلامي وعن المسلمين فينبغي أن يكون شاملاً، ولهذا تكون الفقرة الأولى من فقرتين: أولاً، واقع الشباب في هذه المملكة المباركة، مما أنعم الله تبارك وتعالى به على شباب هذه البلاد أنهم تربوا في بلد لم يدخله الاستعمار، ولم تستحوذ عليه قوى الشرق والغرب، ولم يتلوثوا بالأفكار الوثنية، ولا بالمذاهب المتشتتة، ولا بالأفكار الضالة، ولهذا نشأوا في بيوت آمنة مطمئنة، في بيوت قوم موحدين كانوا في السابق القريب يرون إدخال التلفاز والمذياع أمراً منكراً. ولهذا كانت حياة كثير من الشباب الصالحين قريبة الشبه جداً بحياة سلف صالح الأمة، ولهذا أثره في تكوين الشباب وتوجيههم. ومن هنا انطلق الأعداء الخبثاء في دراسة هذا الواقع دراسة دقيقة، وراحوا يبحثون عن الأسباب التي يمكن من خلالها تلويث أفكار أبناء هذه البلاد. ولما دخلت أجهزة الإعلام، ولما سافر بعض الشباب، ولما صار العالم كله قرية قريبة الاتصال، قريبة الأطراف، سهلة المنافذ، كان الشاب هنا سريع التأثر بما يحدث حوله. ولهذا
تأثر بعض الشباب وهم قلة قليلة بحمد الله ببعض الأفكار الهدامة، فنرى من يمجد ذلك العلماني ومن يعظم ذلك الملحد ومن يرى أن ذلك الفاجر رجلا ملهما ونحو ذلك مما نراه. الفقرة الثانية أيها الأحباب في واقع الشباب الإسلامي كله، فإن بعض البلاد الإسلامية أو جلها مع الأسف الشديد تعرضت للاستعمار الفكري والعقدي من جانب آخر أيضا، ولهذا تلوثت أفكار كثير من المسلمين هناك، فأصبحت الأضرحة تعبد والقبور ينذر لها، وأصبح الفساق أولياء تقدم لهم القرابين والضرائب وغير ذلك مما هو مشاهد ومعروف، وتأثروا بالتقاء الثقافات الغربية والشرقية الملحدة العلمانية الكافرة الماسونية والاشتراكية الشيوعية وغيرها، تأثروا تأثرا كبيرا جدا. ولكن الله تبارك وتعالى سلم فأنعم على فئة من الشباب في عالمنا الإسلامي باليقظة، فاستيقظوا وتنبهوا، ولكنهم مع كل هذا يحملون رواسب من الأفكار الهدامة. ينبغي أن نقف عندها بكل وضوح وعناية، وأن نتدبر أمرها جدا. وعندما يكون الحديث أيها الأحباب للشباب ويهمل الشيوخ، فإن الشيوخ بحمد الله في بلدنا هذا على فطرة ولم يتأثروا ببعض الظواهر، وإنما كان نزراً يسيراً من الشيوخ جنح إلى الفسق والضلال، لكنهم لا يعدون على الأصابع مقارنة بنسبة السكان في العالم في هذه البلاد خاصة، أما في العالم الإسلامي فحدث عن ضلال الشيوخ ولا حرج. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. أما الفقرة الثانية من هذا الحديث، فمن هم الأعداء؟ أنتم تدركون أن وسائل الإعلام العالمية تقول عن هذا إنه عدو، وتقول عن ذلك إنه صديق، ونجد في المعايير السياسية الصديق الدول الصديقة والدول المعادية، فهل هذه منطبقة تمام الانطباق على معيار العداوة في الشريعة الإسلامية، أم أن بينها وبين قواعد الشريعة كما بين المشرقين؟ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى آيات كريمات، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جليلة تدلنا دلالة واضحة على قاعدة مهمة، وهي أن كل كافر عدو، والعداوة موجودة حيث وجد الكفر وتزول إذا زال الكفر، فما زال فكلما زال الكفر وكلما بقي الكفر فإن العداوة باقية وثابتة لا تتغير إطلاقا. والأدلة على هذا من الكتاب والسنة ما يلي: قال الله جل وعلا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال جل وعلا: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا
حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال جل وعلا في تحقيق هذه العداوة وتفصيلها وبيان السبب الرئيسي فيها: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فالجوهر الأصلي في سبب عداوة الكافرين للمؤمنين الإيمان. لما وجد الإيمان عند المؤمنين صار سبباً أساسياً في العداوة بينهم وبين الكافرين. وهل يتحقق رضا الأعداء ونحن على دين الإسلام وهم على ملة الكفر؟ لا. والدليل على هذا قول الحق سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمتى ما كفر المؤمن وخرج عن ربقة الإسلام ودخل في الكفر فإنهم يرضون عنه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيها الأحباب الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الأعداء في سياسة إسلامية رائعة مستمدة من الوحي الإلهي العظيم. فقد تعامل مع اليهود، وتعامل مع النصارى، وتبايع واشترى وعقد العهود والمواثيق، وسكن معهم في موقع واحد، وأخذ عليهم العهود والمواثيق. وسنة الله جل وعلا لا تتغير ولا تتبدل، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية أخرى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنن الله في الكون ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. فالأعداء للمؤمنين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصهم وفي مناهجهم وفي أفكارهم هم أعداء الأمة اليوم. اللهم إلا أن هناك تغيراً في الأساليب والمسميات، فالإمكانات التي توجد لدينا الآن ليست موجودة عند المتقدمين، والمسميات الموجودة قديماً ليست المسميات الموجودة حديثاً، وإلا فإن الهدف والأصل والمنشأ واحد. هؤلاء الأعداء من كل صقع ومن كل مكان وفي كل أرض وفي كل زمان هم أعداء ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان مسلم يعادونه لأنه مؤمن. فعداؤهم عقدي متأصل، ليس بأسباب سياسية ولا جغرافية ولا تجارية ولا اقتصادية أبداً. عداء متأصل بأسباب عقدية تدور مع عقيدتهم وجوداً وعدماً، فلا يتبدلون ولا يتغيرون. هؤلاء الأعداء عرفناهم وعرفنا ماهيتهم. ولمزيد من الإيضاح أقول: كل كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فإنه عدو للمؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعاهد مع اليهود ثم خانوا الأمانة وخانوا العهود والمواثيق، ناجزهم وحاربهم وطهر ديار المشركين ديار المؤمنين منهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وقال عمر: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا مكان لكافر في الجزيرة العربية إلا بشروط وضوابط ولضرورة وحاجات يقيدها أهل العلم والمعرفة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يبقى كافر بغير حاجة وضرورة بين ظهراني المسلمين في جزيرة العرب. وهذا ولله الحمد معلوم لدينا. تولد عن الفئات الكافرة فئات كافرة تدعي الإسلام. من هذه الفئات العلمانية، ومنها بعض فرق الصوفية. والصوفية مولود لقيط في المجتمع الإسلامي، عرف بعد سنة 132 من الهجرة، ورعاه أعداء الله ورسوله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل محاربة الدين. ونشأت الماسونية، وكل الحركات الهدامة الباطنية والبهائية والقاديانية والقومية المجردة من الدين والبعثية الاشتراكية وغيرها، كل هذه الحركات كافرة ملحدة نشأت تحت رعاية الكافرين. لكن يبقى أمر مهم: من نسب فكره وعمله ممن يدعي الإسلام أو ممن كان من أهل القبلة، من نسب إلى هذه الحركات أو كان عضوا فيها، هل نكفره بعينه ونقول فلان من الناس كافر؟ لا، وإنما من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار. بقي صنف مهم من أعداء الأمة، وهو أخطر الأعداء وألدهم، ألا وهم المنافقون. المنافقون في شتى العصور وفي كل الدهور وفي جميع الأمكنة من أخطر أعداء الأمة. ولهذا قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهذا نجد أنهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أهله عليه الصلاة والسلام، وفي قعر داره، بل وفي عرض أهله عليهم رضوان الله. والتاريخ يفسر لنا جزئيات ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من عمومات، فكل حدث يحدث على الكرة الأرضية فإن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفسير لحكمه ووقوعه، فأما وقوعه فلا يكون إلا بإرادة الله عز وجل، وأما حكمه فيتبين ويعلمه أهل العلم بطرق الاستنباط المعروفة لدى أهل العلم. ولهذا لما كتب الله جل وعلا الأمانة وعرضها على الخلائق قسم الناس إلى ثلاثة أقسام:
في تحمل الأمانة. فأما القسمان الأولان فكافران عدوان للمؤمنين، وأما القسم الآخر فمؤمنون. يقول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال المفسرون: عرض اختيار وليس عرض إجبار. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، متى ما فرط فيها فهو ظلوم جهول. ثم قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. هذا الصنف الأول، قوم حملوا الدين ظاهرا وكفروا وألحدوا به باطنا، فحقنت دماؤهم ورقابهم وانتسبوا إلى أهل القبلة. والمشركين والمشركات قوم رفضوا الدين ظاهرا وباطنا ولم يحملوا الأمانة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات في كل تقصير يحصل، لأن طبع الإنسان النقص، والكمال لله وحده، والكمال البشري لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم لمن عصمه الله من الرسل والأنبياء. وكان الله غفورا رحيما. إذن اتضح لنا أيها الأحباب أن أعداء الإسلام هم الكافرون مهما صنفوا وفي أي بنود وضعوا، فالكفار أعداء. لا يمكن أن ينقلب الكافر في يوم من الأيام إلى صديق حميم ورفيق عزيز، ولا يمكن أن يضمر الكافر حبا للمؤمنين أبدا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا. ومن أعظم أعداء الإنسان أيضا وأعداء المؤمنين الشيطان. إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم نجد أن الشيطان هذا أصل يتفرع عنه فروع. يقول الحق سبحانه: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وللشيطان حبائله ووسائله، ولكنه ليس في موضوع حديثنا هذا، وإن كان عدوا وهو أصل كل عداوة بين البشر. فأما النقطة الثالثة فهي قضية الخطط التي يعملها أعداء الملة ضد المسلمين. انتبهوا أيها الأحباب الكرام، نحن أمة، وخاصة في هذه البلاد، أهل نعمة محسودون من كل طرف. نحن أمة محسودون من كل طرف، يعادي ربه ودينه وأمة الإسلام في كل مكان، سواء كان هذا المعادي في الداخل أو في الخارج، فإنه يحسدنا على ما نحن عليه من نعمة الإسلام، وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على الأمة البشرية كلها، أنقذها من الهلاك إلى الحياة، ومن الظلمات إلى النور، ومن الهاوية إلى جنة عالية. وعندما أقول التخطيط فإني أنبه الجميع إلى أن الكفار لهم حيل إبليسية شيطانية
فرعونية نمروذية كافرة ملحدة، يستمدونها من وقائع التاريخ الماضية ومن أحقاد دفينة، ويحرصون كل الحرص على أن تكون مستغلة ضد المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك خطط قديمة عرفتوها، نحن لن نشتغل بها كثيرا لكن نعرضها للأمانة وللذكرى. مما عرفتم في بروتوكولات حكماء صهيون في البند الرابع عشر أو الثالث عشر قولهم: ألهوا شباب المسلمين في كل العالم الإسلامي بالفن والرياضة، ثم ماذا؟ حتى يشتغلوا ويلهوا عن قضاياهم المصيرية ويكونوا ذوي أفكار خاوية، أفكارهم من القدم يعني إلى من أخماص القدم إلى الركبة، أو والعياذ بالله من السرة إلى الركبة، وما عدا هذا فلا تتعدى الأفكار، هذه المناطق النازلة السافلة، وهم يريدون هذا. ولهذا حرصوا كل الحرص على إشغال الشباب بالرياضة واعتبارها غاية لا وسيلة، وقالوا الرياضة هي كل شيء، وقدموا مشاهير اللاعبين على أنهم المثل والنماذج الرائعة في العالم المتفتح الذي يجمع بين الانفتاح والمعاصرة، ولا أقول الأصالة لأن الأصالة بعيدة كل البعد عنها. ثم راح بعض المسلمين هدان الله وإياهم يتشدقون زعما منهم أنهم أهل تطور، يتشدقون بمعرفتهم للاعبين، بينما تشتغل الحركات اليهودية والنصرانية بصد المسلمين عن دين الله عز وجل بكل ما يؤتوا من وسيلة. وربما سخروا من ملايين الشباب على مدرجات الملاعب والصلوات يؤذن لها تلو الصلوات، وهؤلاء ينعقون بما لا يفقهون من كلمات نابية يريدون بها تشجيع الفريق الفلاني ضد الفريق الفلاني، وكأن الكرة هي حياتهم. وقد نجح المخططون فعلا في هذه القضية نجاح باهر في العالم الإسلامي، لكن هنا في هذه البلاد ولله الحمد استدرك كثير من اللاعبين وكثير من الشباب الصالحين استدركوا عقولهم وأدركوا الخطر المحدق بهم، فوجدنا بعض اللاعبين يدعو إلى الله على بصيرة وعلى نور من ربه، ويعرف أن الكرة وسيلة وليست بغاية، وأن الكرة أداة يمكن أن تسخر لمنفعة الجسم والبدن، ويمكن أن تستغل لصالح الدعوة الإسلامية متى ما استغلت على طرق ووصول سليمة. وأما الفن فقدم أيضا على أن الفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات عمالقة القرن العشرين وعمالقة القرون الماضية، وعلى أنهم الذين أسعدوا الملايين بماذا؟ بمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من استمع إلى الغناء صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين ملأوا الأذن العربية، ولا أقول الإسلامية، أقول الأذن العربية، ملأوها ضجيجاً ونتناً بكلمات سخيفة لا تمت إلى حتى إلى العقل بصلة. قرأت في إحدى الصحف أن إحدى المغنيات تقول: قولوا لعين الشمس، طبعاً هي تقولها بلغتها لكني أترجمها،
قولوا لعين الشمس لا تحتمي لأن حبيبي يذهب ويغدو ولا أريدها تحميه. سبحان الله. وهل يدخل عقل مسلم مثل هذا الكلام السخيف النذل الرديء؟ أما إنه لا يستغرب لخروجه من ساقطة، لكن المستغرب أن يفتتن به بعض المسلمين. هذه من الخطط التي أدى الدور، لكن الدعاة والمصلحين في العالم الإسلامي تيقظوا لها جدا وتنبهوا لها. ولهذا بحمد الله تعالى نجد قطار التائبين يواصل الرحلات وينقل من كل محطة تائب وتائبة أو تائبين وتائبات، وينعم الله جل وعلا على من تاب بالمغفرة والتوفيق والهدى. وهذا مشاهد ومعلوم. ولهذا فإن هذه الخطط وإن آتت ثمارها في بعض البقاع الإسلامية، إلا أنها عندنا ولله الحمد بدأت تغيب نجومها وبدأت تسقط كواكبها. ولهذا ولله الفضل والمنة والحمد والثناء، نجد بعض الذين تعاطوا الفن كما يقال والذين اعتادوه قد رجعوا إلى الله وتابوا إليه توبة نصوحة وندموا على ما صنعوا واعترفوا وكشفوا أسراراً من الأسرار الإبليسية التي كانت وسيلة من وسائل التعامل بينهم في أنديتهم وأماكن وبؤر فسادهم. أيها الأحباب الكرام، إذن هاتان خطتان قديمتان، فإن شئتم ثالثة فلنأخذ الغزو الفكري. الغزو الفكري منذ أن وطئت أقدام المستخربين، ويقول عنهم أهل التاريخ المستعمرين، منذ أن وطئت أقدام المستخربين الإفرنجة هذه الأرض المسلمة في العالم الإسلامي كله، وهم يحاولون الغزو الفكري بشتى الوسائل، عن طريق الصحافة، عن طريق التلفزة، عن طريق البث المباشر الذي يزعمون أو الذي يسعون إليه. وبدأت تنجح بعض خططهم في صنع أدمغة ملحدة تسمى بأسماء المسلمين: عبد العزيز، عبد الله، عبد الرحمن، تركي، إلى آخره. نجحوا فعلا، لكن كثيرا من الدعاة في العالم الإسلامي استيقظوا من سبات الغفلة ووعوا هذا الخطر المحدق بهم فكشفوهم، وسقطت أوراقهم في المجتمع وذبلت ولله الحمد ما عندهم من زهرات كانوا يستنشقون رحيقها أملا في الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقا كما يقولون. ونحمد الله تعالى على أن هذه الخطط باتت معروفة، وقد خدمها المستشرقون الذين درسوا علوم الكتاب والسنة دراسة بمقصد خبيث، ولله الحمد أنهم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، فهذا من فضل الله. علموا أشياء لكن لم يفهموها الفهم الصحيح ولم يدركوها الإدراك الشرعي، لأنهم لو أدركوها الإدراك الشرعي لأثرت بهم ولغيرت ما فيهم من فساد ومنكرات. ولكن لما ظلموا أنفسهم وضلوا أضلهم الله ضلالا بعيدا، فأخذوا من كل فن بطرف، ثم أخذوا يزورون ويصنفون، وأخذوا يخرجون تعاليل وتفسيرات يقصدون منها تشويه الإسلام والمسلمين، ثم عنوا بكتب الفرق الضالة التي تسيء للإسلام والمسلمين ومخطوطات، وأبرزوها على أنها تراث إسلامي مجيد. واغتر بعض سفهاء
مسلمين بهذه الأقاويل. أيها الأحبة الكرام، تلك خطط قديمة، لكن نريد أن نأتي إلى خطط جديدة. أول ما يتبادر إلى أذهاننا في أزمة الخليج، ما استغله أعداء الملة من ما يسمى أو ما أستطيع تسميته استغلال العواطف. أعداء الملة على مختلف أجناسهم وأشكالهم يعرفون أن المسلم ذو عاطفة وذو تقوى وذو خشوع وذو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا استغلوا المشاعر والعواطف ثم جاءوا بفتن كقطع الليل المظلم. في قضية أزمة الخليج كلكم يدرك ما استغله أعداء الإسلام من تزوير تصاوير بالفيديو أو غيرها في الحرمين الشريفين على أن اليهود والنصارى متواجدون فيهما، فألهبوا مشاعر ملايين المسلمين، وما كان هذا لمقصد شرعي، وإنما كان هذا خطة جهنمية أرادوا بها التفريق بين المسلمين وتمزيق وحدتهم. ويستغلون عواطف المسلمين في كل قضية تحصل. قد يأتي في مجتمع إسلامي كما حصل في بعض الدول الإسلامية قديماً وقريباً أيضاً، فيلهبون مشاعر بعض الجماهير حتى تعدو على السلطة وهي لا تملك قوة ولا مسوغات الاعتداء، وبالتالي تقوم السلطة بضربها ضربة قاسمة. من المستفيد من هذا العمل؟ أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحياناً يستغلون العواطف فيأخذون كلمات من فلان وفلان من الدعاة ثم يبرمجونها في أذهان شباب متحمسين غيورين، فتحدث منهم وقائع لا قدر الله تدعو إلى ممارسة العنف بأي شكل من أشكاله، ثم يضربون ضربا قويا مهلكا، والمستفيد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول والمستفيد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى هذه خطة موجودة وصريحة، قد استخدموا فيها التلفاز والفيديو والصحافة، ولا ينكر خطة استغلال العواطف وإلهاب الجماهير من قبل أعداء الإسلام ما ينكرها إلا إنسان مكابر، فهي موجودة ومورست في العالم الإسلامي وظهرت واضحة جلية في أزمة الخليج. الخطة الثانية الوقيعة بين السلطة وبين الشعب أو بين السلطة والعلماء، أو استعداء السلطة بأي وجه من الوجوه على الدعاة والعلماء والمصلحين. كيف يكون هذا؟ يكون هذا بافتعال مواقف أو تفسير أقاويل تفسيراً إبليسياً نابعاً من سوء ظن، ثم بعد هذا يجعلون من الحبة قبة ثم يبرمجون هذه الأقاويل ويكبرون من حجمها ويهولون من أمرها حتى يظن الظان أن وراء الأكمة ما وراءها، وحتى يظن الظان أن هؤلاء الملتحين أهل شغب وأهل اعتداء. نحن ندرك جيدا، والكلام موجه لجميع إخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي الذين يستمعون كلمتي، إلى قول الله جل وعلا
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ هم الذين يحكمون بشريعة الله عز وجل، سواء كانوا أمراء ملوك أو كانوا علماء أو كانوا جميعاً مكونين من الفريقين، فهؤلاء هم ولاة الأمر. أما الذين يحكمون بالطاغوت والذين يحكمون بغير ما أنزل الله فمتسلطون جبابرة، والأمر في هذا واضح. ومما ينبغي التفطن له جيداً أننا في هذه البلاد المباركة ندرك حقائق هي في صميم عقيدتنا في التوحيد. قرأتم ما قرأتم من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وأن لا ينازع الأمر أهله، وقرأتم في سيرة الإمام أحمد لما عذب وعذبه السلطان ومسلم السلطان لكن له أخطاء، ونحن لا ندعي العصمة لأحد من العالمين، فلما عذب قيل له يا أحمد ادع على السلطان اسأل ربك أنه يهلكك أو يعذبك، قال رضي الله عنه ورحمه وغفر له لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان. وقال بعض السلف إذا رأيت العالم يدعو للسلطان فاعلم أنه من أهل السنة. إذا كان الحاكم مسلما فمن حقه على رعيته السمع والطاعة وأن لا ينازع الأمر أهله، ومن حقه على رعيته أن يقوم بهم على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وله أجر عظيم. أيها الأحباب الكرام، وقفة تأملية عند هذه القضية. نحن في المملكة في هذه الديار المباركة لا نشك قطعا أن ولاة أمرنا ولله الحمد مسلمون يحكمون بالشريعة، ولكننا أيضا لا ندعي العصمة لبشر من خلق الله إلا لمن عصمه الله، فهناك أخطاء فردية قد تحصل سرعان ما يتراجع المؤمن عنها إذا علم أنها خطأ، وهذا شرف كبير وعز عظيم للمؤمن أن يرجع عن الخطأ إذا رآه خطأ. نعود مرة أخرى إلى الآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول ابن كثير رحمه الله قال ابن عباس يعني أهل الفقه والدين، وقال ابن كثير إنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. قلت والكلام موجه للمسلمين فقط، أما الكفار المتسلطون الجبابرة فلا محل لهم من الإعراب والكلام هنا. وقال ابن تيمية رحمه الله أولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرهم الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء والأمراء، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فهو من أولي الأمر. والحكام الذين يحكمون بشرع الله تعالى، فإن أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله بطاعتهم في المعروف وامتثال أوامرهم الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملا بالآية الكريمة. ولأولي الأمر حقوق عظيمة، من أهم هذه الحقوق
الدعاء لهم في ظهر الغيب، فإن صلاح السلطان والدعاء له بالتوفيق فيه خير للبشرية والأمة كلها. فإذا دعا أهل الدعوة المستجابة، أهل قيام الليل وأهل صلاة الليل، إذا دعوا للسلطان فإن دعاءهم يستجاب إن شاء الله وينفع بإذن الله عز وجل وإرادته. ولهذا الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى الدعاء للسلطان. الأمر الثاني من حقوق ولي الأمر الواجبة المناصحة، والمناصحة تكون من العلماء وقد تكون من غير العلماء من المقربين، وقد تكون من غير المقربين أيضا، لكن ينبغي أن تكون المناصحة بآدابها الشرعية وقواعدها المرعية المعروفة عند أهل السنة والجماعة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قد يتعين الإصرار بالنصيحة إذا جر الإعلان إلى مفسدة. ولا شك أيها الأحباب الكرام أن إعلان النصيحة جهاراً أمام الملأ قد يكون سبيلاً إلى الفتنة حين يتلقفها ذو النوايا السيئة، أو حين يقتدي بها أولو النوايا الخبيثة والمذاهب الهدامة ونحو ذلك، ولربما جعلوها نواة لشر مستطير وأمر عظيم. وهنا واقعة أعرضها عسى أن يكون فيها لنا متعة وفائدة وعبرة. فهذا عبد الله بن حكيم الجهني رحمه الله يقول لتلاميذه: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فاستغرب تلاميذه هذا، وهو الذي لم يرفع في وجه عثمان سيفا أبدا، فسألوه: ليه أو لماذا تقول هذا الكلام؟ فقال: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. رواه البخاري في تاريخه الكبير. فقد يكون بعض الحاقدين على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام قد يكون وسيلة ويتخذون ذريعة فيما يقدم لولاة الأمر من نصح وإرشاد، ولربما فسروه تفسيرات تختلف عن المقصود الذي أريد به، يبتغون بذلك الوقيعة بين السلطة وبين الشعب. وهذا من مخططات الأعداء الجديدة أو القديمة. فاستعداء السلطة أمر ليس بمستغرب، والوشاية أمر نقل في التاريخ قديماً، وهم يريدون أن يوقعوا الشباب المسلم في مصادمة مع العلماء ومع ولاة الأمر، وبالتالي من الضحية؟ أهل الدعوة إلى الله، أهل الخير والصلاح. إذن كيف نواجه هذا كله؟ لا بد أن يكون هناك وعي وإدراك لمخططات الغرب، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ومن مخططات الأعداء ومظاهر التخطيط أنهم يدعون إلى مذاهب هدامة، يدعون إلى الانحلال، يدعون إلى الوثنية، يقولون: مزقوا القرآن أبيدوا أهله، دمروا الإسلام أبيدوا أهله. فلما مزق وثني للقرآن قال له قائد: يا غبي، ما هذا أردت؟ وإنما أردت أن تمزقه في قلوب المسلمين. ولهذا دأب أعداء الملة على نشر المذاهب الهدامة وإعطاء أئمتها وقادتها الأضواء الإعلامية والبهرجة، وإبرازهم على أنهم هم القادة وهم الناصحون وهم المخلصون.
ولا يشك عاقل مؤمن عرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن المسلم هو من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأن الكافر من أي فرقة كان من المنافقين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو البوذيين أو المجوس أو غيرهم فإنه عدو لله ورسوله والمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. كل عدو يعادي أهل الدين إنما يعاديهم من عقيدة، ولهذا يجب على الشباب في كل مكان أن يعي جيدا أن الصراع إنما هو صراع عقيدة، لا تتصورون أنه صراع لمطامع دنيوية، لا، كل صراع كافر ملحد إنما ترعاه الكنائس اليهودية والنصرانية، وكل حركة كافرة تهدف هدم الإسلام وتريد تقويض بنائه فإنما يرعاها اليهود وأعداء الملة من كل مكان. ولقد أفرزوا لنا في القرون الأولى حركات ومذاهب خطيرة أثرت أعظم التأثير، فمن تلك المذاهب العلمانية، وهذه انتشرت بشكل رهيب في عالمنا الإسلامي، وهي واضحة لكم جدا، وقد نظم فيها محاضرات وصنف فيها كتب. ومن تلك الحركات الوجودية، تعرفون وش معنى الوجود؟ خلاصة هذه الحركة أن الإنسان لا يكتشف نفسه ولا يعرف أنه موجود إلا إذا تحلل من كل الديانات والمبادئ والقيم. هذا هو مذهبه، ورائد المذهب يهودي صليبي، يهودي معروف بيهوديته، وكذلك ولله الحمد الوجودية لم تنتشر كثيرا في عالمنا الإسلامي لأنه مذهب غير معقول القبول عند عامة الناس، ولله الفضل والمنة، وهو مذهب مرفوض حتى من عقلاء الكافرين. وكذلك الصوفية، قامت فرق برعاية الصوفية وتمجيدها وإبرازها، وهي في الحقيقة ضرت على العالم الإسلامي لأنها تأتي باسم الدين، ولأن هؤلاء الصوفية يدسون السم في العسل، وفيهم فرق ملحدة لا تعرف للدين أصلا. ومن الحركات الدروز، فالمذهب الدرزي قائم على كتاب اسمه الحكمة، يعتقد بتناسخ الأرواح، يعني إذا مت أنت فإن روحك تنتقل إلى فلان، ويعتقدون أن الرجل إذا بلغ سنا معينة 40 سنة سقطت عنه التكاليف خلاص. ومذاهب هذا المذهب الملحد الخبيث مع ذلك ترعاه أمم الكفر كلها، وتعطيه اليهودية مكانة وأهمية كبيرة. الماركسية الشيوعية وقد هوت صريعة ولله الحمد والمنة، وهذا مذهب اقتصادي اعتنقه حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام ودعوا إليه، وهو مذهب يقوم على تحطيم القيم الإسلامية والتمرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتراض على القضاء والقدر وعلى ما قدره الله عز وجل. وكذلك مذهب الرأسمالية، وهو مذهب موجود في انتظار سقوطه إن شاء الله عاجلا أو آجلا. هذا المذهب يقوم
على نبذ الزكاة والتكافل والتعاون واطراحها، وعلى غرس العداوة بين الفئات وإنشاء الطبقية الاجتماعية. كذلك أفرزوا لنا ما يسمى بالماسونية، وهي حركة ذات مبادئ سرية رعتها اليهودية العالمية، وانتسب إليها من يجهل حتى أصول مبادئها ممن ينتسب إلى الإسلام. ومع كل هذا فقد عُرِّيت وكُشِفت مخططاتها ومبادئها، وهي قائمة في أصلها على معاداة المؤمنين، وقد انتحلت مبادئها من مذاهب هدامة متفرقة. النقطة الأخيرة حتى لا أطيل وأراني أطلت كثيراً، هي أننا هي واجبنا جميعاً. أولاً، نحن ننعم بحمد الله عز وجل بصحوة إسلامية. هذه الصحوة الإسلامية أقلقت العالم كله غير المسلمين، وكنا بعد الحرب العالمية الثانية قد شهدنا تغيراً من خلال ما تنقله كتب التاريخ، وإلا فصاحبكم ليس كبيراً. فتغيرت القوى العظمى بريطانيا وفرنسا، ونشأ ما يسمى بالثنائي القطبي، قوات الشيوعية الماركسية المتمثلة في روسيا، والقوات الأمريكية في الولايات المتحدة المتمثلة في المذهب الرأسمالي. وعندما تقرأ لبعض المحدثين تجد أنهم يجعلون العالم الإسلامي كأنه بين فكي رحى هؤلاء، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر المصرف الآمر الناهي، وهو المقدر، وأنه جل وعلا قد حفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، وأن المستقبل لهذا الدين قطعا. ينسى هذا بغفلة أو جهل أو نحو ذلك. لكن القضية التي ينبغي أن نتفطن لها أن هذا الإسلام عزيز الجناب، قوي ثابت الأركان. بغداد التي كانت بالأمس تحمل مشعل الإسلام ونوره، وكان فيها أحمد بن حنبل، وكانت في آخر الليل ترن بأصوات الساجدين الراكعين التالين لكلام الله الخاضعين الخاشعين، وكانت ممتلئة بالعالمات المحجبات الغافلات المؤمنات، تصبح اليوم كما ترون معقلا للبعث الاشتراكي العربي، جناح واحد. ويكون المؤمنون فيها هم القلة المضطهدون. لكن هل ضاع الإسلام؟ لا، انتقل من بغداد إلى مكان آخر، إسطنبول عاصمة تركيا، كانت معقلاً من معاقل الإسلام، ومحلاً من أماكن ارتياد العلماء، ولا تزال آثار أقلامهم مليئةً بها مكتبات تركيا تحكي لنا عن نورٍ كان في تلك الديار، وعن مؤمنين كانوا يملؤون جنباتها، وعن تكبير كان يجلجل في مساجدها. فلما تولى الرجل الصنم على أنقاض الدولة العثمانية وقضى على كل ما هو إسلامي، غابت الشمس قليلا، ثم بدأت الصحوة الإسلامية الآن
تستعيد أنفاسها في تلك البقعة، نسأل الله لها المزيد. ثم بعد ذلك انتقلت إلى أين؟ إلى أرض نجد التي كانت بالأمس مهجورة، كان بعض حكام الدول الإسلامية قد سقف غرفة له بالذهب عيار 21، وكان أجدادنا الأقدمون يعيشون في جاهلية جهلة وفي فقر مدقع. ثم من الله تبارك وتعالى على هذه البلاد بصحوة إسلامية على يد العلامة محمد بن عبد الوهاب، باتفاق مع الإمام محمد بن سعود عليهما جميعا رحمة الله ومغفرته. ثم تعاقب التاريخ ومرت أيامه ولياليه حتى كنا في هذه الديار وفي هذه الحال. نحن في المملكة لا ندعي كمالا، وإنما نقولها صراحة، لا يوجد دولة مستقرة ينعم شعبها وحكامها بما ننعم به نحن من أمن واطمئنان واتفاق بين علماء هذه البلاد وشعبها وقيادتهم. ولكننا مع كل هذا نطمح لمزيد من التأصيل الإسلامي في كل نواحي الحياة وفي كل مناهجها وفي كل أحوالها، وندرك أن هذه الأمة إنما ارتبطت بقيادتها برباط إيماني سببه تحكيم الشريعة، فولاءنا لحكامنا مرتبط بطاعتنا لله رب العالمين وبتحكيم ولاة أمرنا لشريعة الله عز وجل، وهو مستمر إن شاء الله، وهم إن شاء الله سيستمرون بحول الله وقوته في تحكيم الشريعة. وهذا الأمل وهذا الذي يطلبه كل المؤمنين وهذا الموجود. لا شك أننا لا ندعي كمالا ولا ندعي أننا أكمل البشر ولا ندعي أننا المصطفون الأخيار، وإنما نقول هذه نعم من الله جليلة يجب أن ترعى ويجب أن تقدر حق قدرها. فواجب الشباب في هذه البلاد أولاً أن يعلموا أنهم أمناء على دينهم، مؤتمنون، حملة رسالة ينظر العالم إليهم على أنهم من دولة إسلامية تحكم الشرع. فهذا المنظار يجب أن يجعل من كل شاب مؤمن سفيراً لبلده في كل أرض يحل بها، كما أنه يجب على هذه الدولة إذا تمرد إنسان على تعاليم الإسلام وأحكام الشرع المطهر في خارج البلاد أن تستجلبه وتحكم فيه شرع الله عندما يصل إلى بلاده، فهو ابنها وهي مسؤولة عنه في هذه البلاد وفي خارجها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فواجب الشباب خاصة التعلم رقم واحد، وهذا الحمد لله موجود. تستنير بيوت الله عز وجل بآلاف من الشباب الذين يبتغون من فضل الله ويحنون أقدامهم
عند العلماء يطلبون الخير والفضل ويحرصون على حضور الدروس، ويكض مضاجعهم عندما يحتجب داعية من الدعاة عن درسه لسبب من الأسباب، وربما تقلبوا آناء الليل وأطراف النهار ودمعت أعينهم، وربما لهجت ألسنتهم بالدعاء على من ظلم لمن ظلم. فهذه أمور يجب على الشباب أن يعيها وإن كانت موجودة. الأمر الثالث أن على الشباب طاعة الوالدين. يا إخوان، للأبوين حقوق، وبعض الشباب الملتزمين يظن أن التزامه خارج البيت، أما داخل البيت فأسد وليث وهزبر إلى آخر الألقاب المفزعة المرعبة. وإذا كان أمام والده فإنه يكون فظاً غليظاً، كيف يكون هذا من شباب؟ كيف يكون إن شاء الله؟ كيف يكون هذا من شباب يبتغون مرضات الله عز وجل؟ يقول مؤذنكم جاء الأذان، فلا نأخذ وقته وإنما أختصر. أقول يجب على الشباب الأمور التالية: أولاً التعلم، ما استطاعوا لذلك سبيلا. ثانياً طاعة الوالدين، وهم لا شك مطيعون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام موجه للشباب الملتزمين. ثالثاً السمع والطاعة للعلماء وولاة الأمر في كل خير ومنفعة. رابعاً الثبات في كل ما ينقل إليهم. خامساً عدم تعجل النتائج، فلا ينتظرون حصاد زرع لم يحن وقته بعد، ولا يتصور متصور أنه سينتقل من أسوار الذنوب وظلمات المعاصي إلى قمة العلم والمعرفة، بل إن هذا يحتاج إلى وقت طويل. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك تأويلهن: ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. ومما يجب على الشباب عدم التعجل في الأمور، والرجوع إلى العلماء وتبليغ العلماء عن كل منكر يعلمونه وعن كل نصيحة يريدونها، وأن يلتفوا حول العلماء سامعين مطيعين ثابتين. كما أنه يجب على الشباب أيضا ألا يسيئوا الظن ببعض أهل العلم، ولا يغتابوهم ولا يتكلموا فيهم بما لا يليق. فمن رأى قصورا من طالب علم وأراد أن يناصحه سرا فليذهب إليه ولينصحه إن كان قادرا يرى أنه أهل للقبول والقول. أما الاغتياب ونحو ذلك فأمر لا يجوز. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل قول وعمل صالح، كما أسأله جل وعلا أن يوفق قادتنا إلى كل خير، وأن يوفق إمامنا بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يجعل عمله في رضاه، وأن يحقق على دروب الخير مسعاه، وأن يوفقه وإخوانه وأعوانه وسائر من يريدون لهذه البلاد خيراً وعزاً وصلاحاً، وأن يجعل هذه البلاد تنعم بالأمن دائماً وأبداً، وتستظل تحت حكم شريعة الله في كل صغيرة وكبيرة، وأن يجعل هذه البلاد قدوة في كل أمر، وأن يجنبنا المعاصي، وأن يعين ولاة أمرنا على إزالة كل أسباب المعاصي ومحو كل آثار للذنوب بقدر الاستطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا النية الصادقة الخالصة، وأن يرزقنا تجريد العمل والمتابعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وأسأله أن يهدي قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى التوبة النصوحة،
والعودة إلى تحكيم كتاب الله وشرعه المطهر، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل الحركات الإسلامية موحدة مخلصة راجعة إلى ربها ملتزمة عقيدة التوحيد في سلوكها ومنهجها في دعوتها، صابرة على كل أذى محتسبة لكل ما يصيبها. وأسأله بمنه وكرمه أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يعلي شأنهم، وأن يخزي الكافرين، وأن يذلهم، وأن يمحقهم، وأن ينعم علينا ويتفضل علينا بغنائمهم، وأن يجعلنا ممن يستولي عليهم، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترك المجال للأسئلة. شكر الله لفضيلة محاضرنا خير الجزاء، وجزاه الله عنا خير الجزاء. الأسئلة كثيرة، وقد أجاب الشيخ من خلال محاضرته على بعضها، ونورد بعض الأسئلة التي لها تعلق بالمحاضرة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: ما هو واجب المسلمين حول مخططات العلمانيين وغيرهم؟ أولاً أجيب على سؤالين خاصين. أحدهما يقول: أخطاء فردية. أقول نعم، أخطاء فردية، لأن لو كانت القرار جماعي ما كانت أخطاء ولا حصلت. أما بالنسبة للسائل الثاني أيضا الذي يقول رسالة خاصة، أنا أقول معكم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأسأل الله عز وجل أن يكشف عنا وعن سائر المسلمين الغمة بمنه وكرمه، وأن يحمدنا العواقب، وأن يجعلنا من المتقين الذين لهم العقبى ولهم الحسنى في الدار الآخرة. أما بالنسبة للسؤال فإجابتي عليه أقول: لا شك أننا لابد أن نخطط، نقابل مخططات العلمانيين بمخططات أيضا للمصلحين، فندحض الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، ونجادل بالتي هي أحسن، حتى لا تكون فتنة في الأرض ويكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة في الأرض ويكون فساد عريض، وإنما نجادل بالتي هي أحسن. ثم إذا لم نجد إلا أن نرفع إلى السلطات المختصة فليرفع بأشخاص معينين يرى أن شرهم قد استطار وأن عملهم قد تعاظم، يرفع إلى السلطات، والسلطات إن شاء الله ترى ما فيه الخير والكفاية. نعم. السؤال الثاني يقول: لعل من الخطط استغلال الأعداء للمرأة، فما هو تعليقكم على هذا المنهج؟ نعم، هذا يعني هذه من الخطط القديمة الجديدة أيضا، فهم يزعمون أن العربي، شيباننا يبي يفرحون بهالنقطة دي، يزعمون أن العربي أقوى في الجنس من غيره، وأنه لا يهمه إلا الجنس، وهذا يعني هذه ميزة موجودة في العربي ما أحد ينكرها، لكن قضية أن المرأة هي التي تجلب العربي، حتى أدخلت في المقطورات، لما يعلنون عن مقطورة يأتون بصورة امرأة، لما يعلنون عن طائرة أو أي شيء آخر يأتون بصورة امرأة، فجعل المرأة مبتذلة إلى حد بعيد، لا يمكن معه حتى المرأة الغربية التي ابتذلت تئن من وطأة ما ترى وتجد. لكن القضية أيها الأحباب الكرام أن المرأة المسلمة يخطط لها أعظم من قضية أن تكون وسيلة ولعبة للرجل فقط، إنما يخطط للمرأة أن ترضع خمولة وفسقا، وأن تكون داعية رذيلة، وأن تكون سببا من أسباب دمار المنازل. فتجدون في مخططات الأعداء أن على المرأة أن تتمرد على زوجها وابنها، ويعلمونها كيف تتمرد ومتى تتمرد وما هي الوسيلة وما هي الطرق التدريجية للتمرد، كما أنهم أيضا يحرصون على أن تنزع المرأة المسلمة حجابها
وأن تتخلى عن دينها وعقيدتها. والمرأة عنصر مهم في الإسلام، وهي في التكاليف الشرعية كالرجل، إلا أن لها خصائص بسبب الحيض والنفاس. أما في قضية الثواب والعقاب فأمرهما واحد، ولهذا كان الإسلام قد أعطى المرأة قيمتها الصحيحية، وعلى المرأة إذا أرادت النجاة أن تتبع الصحابيات من أمهات المؤمنين ومن بعدهم من سلف صالح المؤمنين، وأن تقتدي بهم في كل صغيرة وكبيرة. السؤال الأخير يقول: ما واجب الشباب المسلم نحو خطط الأعداء؟ قلته في الفقرة الأخيرة وأظني قصرت، ولهذا كان السائل محقا، فأعود وأقول مرة أخرى: بالنسبة للشباب المسلم اعلموا أنه مستهدف، يعني الشيبان الكبار ما عاد لهم حاجة، طاقات كم تعطونهم؟ 20 سنة 50 سنة نعطيهم، ما هو 20، يصبرون عليهم والعياذ بالله أعداء الملة، ويئسون منهم لأن أفكارهم ثابتة، ولأن أدمغتهم أغلقت النوافذ فيها، ما عاد فيها مجال للقبول. لكن الشباب الواعي المتيقظ الذي يتأثر سريعا، هؤلاء هم الهدف، وهم محل أفكار الغرب وخطط الأعداء من كل بلد ومن كل مكان. فواجب الشباب المسلم العلم، تعلم العلم. يا جماعة ستجدون وقتا يجادلكم فيه منافق علماني، يجادلكم بالحديث والأصول والفقه، وإن شئتم فقولوا بالجبر والرياضة وغير ذلك. هذه لابد من سلاح يقابل بها. وأول العلم العناية بالتوحيد، الاهتمام بأمور العقيدة، لأن من ثمرات الاهتمام بأمور العقيدة ومعرفتها أن نعمل بها، أن نتجنب الأخطاء. كل خطأ في العقيدة خطأ عظيم جدا وخطير، فلابد أن نتعلم العقيدة ونتدبر المذاهب الهدامة، وهذا جزء من العقيدة. إنما ينتقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لابد أن ندرس المذاهب، نعرفها، نتعلمها، ثم نعتني بالعلم تدريجيا. هل ندرس العلمانية الآن، أو من الخير لنا أن نقرأ التوحيد ونعرفه تماما، ثم بعد ذلك نتدرج إلى حفظ القرآن، ثم إلى حفظ السنة، ثم إلى تعلم ما هو ضروري، ثم ننتقل تدريجيا إلى تعلم ما ينفعنا ويعود علينا بالنفع والخير العظيم. فهذا أول واجب بعد الإيمان بالله عز وجل وتقواه. إذن أول واجب بعد الإيمان بالله وتقواه التعلم على الشباب جميعا. الواجب الثاني طاعة الوالدين وولاة الأمر من العلماء والأمراء في طاعة الله في المعروف. إذا قال لك أبوك افعل المنكر الفلاني فقل له لا ولا تطعهما. إذا قال لك أبوك ائتلي بالشراب المحرم الفلاني فقل له لا ولست آثما في هذا كله. أما إذا أمرك بمعروف فأتمر. إذا دعاك العالم أو أمرك العالم المخلص الناصع بأمر تكرهه فلا تقل هذا العالم متكاسل، هذا جبان، هذا خواف، هذا إلى آخر ما يقال. ينبغي أن تتقي الله وأن تقبل، لأن هذا العالم يدلك عن تجربة ويدلك عن خبرة ويريد لك الخير ويحبك لله وفي الله. الأمر الثالث النظر في الزواج. أنا أقول للشباب احرصوا عليه، تزوجوا
والله لا يعصمكم من فتن هذا الزمان إلا الزواج. وعلى الآباء الكرام أن يتقوا الله في البنيات. ليست البنات سلعة تجارية اقتصادية، ساي من فلان 100 تعطيني 120 ولا ما بيع، مو بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يا معشر الشباب، عليكم الباءة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال بعض شراح الحديث: معنى كلمة وجاء يعني خصع، أي يمنعه من ثوران الشهوة. الشباب الآن يهيج بين مناظر مخزية يبتلى بها، وبين مشاعر ملتهبة، وبيوت المسلمين مليئة بالبنات الصالحات. وإنما يعوق عملية الزواج أمور اقتصادية ونظرات اجتماعية يجب أن ترجع إلى ميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن توزن فيه، فما وافقها يجب قبوله، وما خالفها يطرح. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس: أوصي الشباب ونفسي بتقوى الله عز وجل مرة أخرى وبالثبات، لا يتعجلوا. الآن الأعداء يخططون لثلاثين سنة، لخمسين سنة، لمائة سنة، ونحن إذا أردنا شيء نبي نتيجة باتر ولا عقب شهر ولا خلاص يئسنا، ليس هذا بصحيح. يجب على الشاب المسلم الثبات، فإذا أمر بمعروف ونهى عن منكر فليكن ثابتا على دينه، وليكن ثابتا على قوله، وليكن صادقا في نيته، وليكن صابرا محتسبا، ولا يتعجل النتائج ولا يتعجل الأمور. الأمر السادس: على الشاب أو على الشباب أن يتقي الله في العلماء. بعض الشباب يسيء الظن فيهم فيقول: فلان مداهن، وفلان بيد فلان، خاتم بيد فلان، وفلان تبع لفلان، وفلان إلى آخر ما يقال. هذه الأقاويل أقل ما يقال فيها إنها غيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فمن كان من الشباب صادقا مخلصا ورأى أن بعض المنتسبين إلى العلم صغارا كانوا أو كبارا يتصرف تصرفات هي في نظر هذا الشاب خطأ، فلا يتعجل الحكم عليه، أن يذهب ويستفتي هذا العالم بأدب وخلق رفيع على صيغة سؤال عما يدور في ذهنه من إشكال، أو يناصح أو يبين. ومما يتهم به بعض أهل العلم عندنا في هذه البلاد أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا يناصحون الولاة. وقد بحثت عن هذا الاتهام بنفسي، لأني رأيت حقيقة أن المتهمين يعني غير ملومين إذا لم يتبين لهم الأمر جليا، ما يعرفون شيء، لكنهم عند التفكير في أصل الاتهام نجد أنهم لا يملكون آلته، وأنه منبعث من غير أصل صحيح. من طرق النصح الكلام، وأن يكون سرا، وأن يكون لله عز وجل. فترى بعض أهل العلم عندنا يناصحون الولاة سرا وأدبا ولا يعرف أحد عن شيء من هذا. ليه؟ لأنهم يريدون وجه الله عز وجل والدار الآخرة،
بعضهم قد يناصح كتابة وبعضهم قد يكسل. وإذا شجع من الشباب الصالحين ووضحت له صور يجهلها من الواقع وبينت بيانا شافيا كافيا تشجع وتنور، حتى إذا قيل له من قال لك هذا قال هذا الدليل، ما يقول والله ما أدري سمعت، مو بصحيح. لأن من أساليب علمائنا الأجلة التثبت، فهم لا يتكلمون إلا إذا تثبتوا. فأوصي الشباب مرارا وتكرارا أن يلتفوا حول العلماء وأن يحسنوا الظن بهم وأن لا يغتابوهم وأن يصححوا ما يرون من ملاحظات تدور في أنفسهم وفي أدمغتهم بجرأتهم. فيسألون أهل العلم عن هذه الأخطاء أو عن هذه الملاحظات التي يرونها، يقولون فلان والله نرى فيه كذا كذا، إيش رأيكم؟ ما الطريقة المثلى لإجابتنا على ما عندنا من استشكالات؟ كيف نصل إلى حل واضح؟ ثم يبين له. ولنفترض أنه لم يبين، ولنفترض أن هذا قد أخطأ في هذا المسلك، هل يضير الإسلام أو يتأثر الإسلام بهذا الرجل؟ بعين الله والله الإسلام لا يتقيد بالرجال، وإنما ينصر من عند الله سبحانه وتعالى، ثم بتهيئة الصالحين من عباد الله المخلصين لنصرته، سواء كانوا هنا أو في أي بلاد من بلاد الله الواسعة. الإسلام الآن ينتشر في أمريكا بشكل لم يعهد له مثيل. ما كنا نتصور أن في أمريكا شباب مسلمين يصومون الاثنين والخميس، أطوع من بعض الشباب الذين أو من بعض المنتسبين إلى العلم عندنا. ولكنا نتصور أن تخطب الجمعة في أماكن عامة في بلاد الكفر، وأن تكون هناك قضايا يقف لها أهل الإسلام ويدافعون عنها في ديار الكفر، ما كنا نتصور هذا. لكن الله جل وعلا غالب على أمره وناشر دينه ومعلن كلمته، ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون ولو غضب العلمانيون ولو استاء الملحدون في مشارق الأرض ومغاربها أجمعون. فوصيتي للجميع بتقوى الله عز وجل والتأني والتثبت وعدم العجلة والالتفاف حول العلماء والدعاء في آخر الليل بأن يثبتنا الله جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق أئمة المسلمين للرجوع إلى كتاب الله عز وجل وتحكيمه وتحكيم شرعه المطهر في أنفسهم وفي بلادهم وفي من حولهم. ونسأله جل وعلا أن يعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر المجاهدين في أفغانستان، وأن يوحد كلمتهم، وأن ينبذ من عندهم كل خلاف وشقاق، وأن يجعلهم مجتمعين على كلمة التوحيد نابذين لكل بدعة وخرافة. كما نسأله جل وعلا أن يهدينا وأن يوفق علمائنا الأجلة لنفض غبار الكسل وللنشاط في الدعوة إلى الله عز وجل وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع أنحاء العالم الإسلامي. ونسأله جل وعلا أن يجزي إمامنا وعلامتنا وشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء، إزاء ما وقف وإزاء ما أمر به من معروف ونهى عن منكر، وأن يسدد على درب الخير خطاه، وأن يكثر أعوانه من العلماء، وأن يوفقهم للحذو لأن يحذو حذوه ويسيروا معه، وأن يعينوه على كل خير، وهم إن شاء الله لذلك فاعلون، وهم إن شاء الله بهذا عاملون. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا
ولسائر المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا زوجات صالحات مؤمنات، وأن يرزقنا من زوجاتنا ذرية طيبة، وأن يهب لنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يهدي آباءنا وأمهاتنا، وأن يغفر لهم. اللهم يا حي يا قيوم، أرزق بنيات المسلمين أزواجا شبابا صالحين مخلصين صادقين، يرعونهن حق رعايتهن، ويعاشروهن بالمعروف، ويأمروهن بالمعروف، وينهونهن عن المنكر، ويلزمون حدود الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.